مساء الخير. في هذه التجربة بندرس الظاهرة الكهروضوئية اللي أخذ عليها نيوتن جائزة نوبل. بيبقى عندي جزئين معدن قصاد بعض، الأنود والكاثود، بيشكلوا مع بعض حاجة اسمها الفوتوسيل، الخلية الكهروضوئية. لما بتصعد فوتونات على الكاثود بيخرج منها إلكترونات تجري في اتجاه الأنود، وبعد كده الإلكترونات تلف في الدايرة فتعمل لي حاجة اسمها الفوتوكرنت. الدايرة فيها بطارية أو مصدر جهد ممكن تساعد أو تعاكس اتجاه الإلكترونات حسب التوصيل. هنا بالوضع ده البوزيتيف ده ناحيه الانود، فده بيساعد الالكترونات تتنقل من الكاثود للانود، فده يزود التيار. ولو انا وصلت البطاريه بالعكس ده هيقلل التيار. المعادله اللي بتوصف اللي بيحصل انه اتش اف طاقه الفوتون اللي سائق بتساوي الفاي اللي هي الورك فانكشن بتاعت معدن الكاثود زائد الكينيتيك انرجي ماكس. معناها ايه؟ ان طاقه الفوتون اللي سائق جزء منها بيستهلك في تحرير الالكترون من المعدن، ولو في حته زياده باقيه بيخرج بيها الالكترون بشكل الكينيتيك انرجي. علشان اوقف الالكترون واخلي الكرنت اللي في الدايره دي يساوي صفر، انا بركب بطاريه تعاكس اتجاه الحركه بتاعت الالكترونات، فبتدي جهد معاكس او بوتنشال انرجي تعاكس الكينيتيك انرجي التي يمتلكها الالكترون، فيبقى المعادله اتش اف يساوي فاي زائد اي في البوتنشال اللي جاي من البطاريه. لو البوتنشال ده عالي كفايه بحيث ان التيار يساوي صفر بسميه جهد الايقاف او الفي ستوبنج. المعادله دي ممكن اوضبها بشكل ثاني، بحيث يبقى الفي ستوبنج في ناحيه والفريكوانسي بتاع الضوء اللي ساقط في ناحيه، والباقي ده شويه ثوابت، ثابت بلانك وشحنه الالكترون والورك فانكشن بتاعه الميتال، وبيبقى الفوتون فريكوانسي هي الاندبندنت فاريبل والفي اس هو الديبندنت فاريبل. لو رسمت العلاقه بين ده وبين ده هيطلع خط مستقيم، الميل بتاعه اتش على اي والواي انترسيبت بتاعه بيساوي سالب فاي على اي. وده اللي احنا هنعمله في الجزء الاولاني من التجربه، ولكن مش هنهتم بالتقاطع ده. احنا عشان نظبط السكيل بتاعنا احنا هنباي باس او هنكنسل حكايه التقاطع ده. الاجزاء اللي في التجربه عندنا نبتدي من لمبه الزئبق اتش جي سورس، ده بخار زئبق بيطلع لون كروماتيك، ضوء كروماتيك يعني متعدد الالوان. الضوء بيسافر لحد الناحيه الثانيه اللي فيها الفوتوسيل، بس مدخل الفوتوسيل فيه نوعين من الفلترز، الفلتر بتاع الالوان وكل لون مسموح له يعدي، بيبقى فيه ويف لينث مكتوب هنا فوق، يعني مثلا دلوقتي ظابط على 577 نانومتر. وفي فلتر تاني، عجله تانيه هنا بتحكم في فرقه الضوء اللي مسموح انه يخش للكاثود بتاع الفوتوسيل. هنا دلوقتي على فايب 2 يعني 2 مليمتر قطر الفتحه. اللي بيشغل اللمبه هو مصدر جهد هنا، ولازم برضو اللمبه يكون وراها مروحه علشان اللمبه ما تسخنش عشان درجه الحراره بتعلى بسرعه، ويا ريت ما تلمس جسم اللمبه علشان ده ما يؤديش الى اصابات لان جسم اللمبه سخن. ايضا يوجد عندنا امبليفاير، المفروض ان القرايه بتاعه التيار بتتكبر لان هو تيار صغير، فعندنا امبليفاير يكبر قيمه التيار اللي هنقراه. وعندنا مصدر الجهد اللي بيركب في الدائره، ممكن مره يكون يساعد تيار الالكترونات ومره ممكن يعكسه حسب ما هنتحكم بقيمه الفولتج هنا والرينج بتاعه. في الجزء الاولاني هنشتغل على الرينج اللي هو من سالب 4.5 لحد 0 فولت، والجزء الثاني من سالب 4.5 لحد 30 فولت حسب ما نتحكم في الزرار اللي هنا. في الجزء الاولاني احنا هنظبط قطر الفتحه اللي بتدخل الضوء على فايبر 4، وهنبقى بنغير الفريكوانسي بتاع الضوء اللي ساقط على الكاثود عن طريق الفلاتر، ونقيس الابسولوت فاليو بتاعت الستوبنج بوتنشال. وزي ما احنا عارفين الويف لينث والفريكوانسي بينهم علاقه عكسيه، حيث ان الفريكوانسي بيساوي سي على لامدا. فاحنا هنشتغل في الجزء الاولاني على الماكسيمم لامدا ونبتدي نقل باللامدا، يعني الفريكوانسي هيعلى. الاوبجيكتيف بتاعنا ان احنا نقيس ثابت بلانك اتش من الكيرف اللي هيطلع. الكيرف المتوقع يكون شكله بالمنظر ده، مودلس في اس بالفولت على الواي اكسس لان هو الديبندنت فاريبل، والاندبندنت هيبقى الفريكوانسي بالهرتز، وهيبقى رينجه في منطقه ال 10 و 17، فممكن ناخد هنا كومن فاكتور. الويف لينث بتاعنا بيتغير من 577 نانو لحد 365 نانو، اللي هو بينظر فريكوانسي من 5.14 لحد 8.2.14. فلما نيجي نرسم يفضل ان احنا نقص الحته اللي قبل الخمسه ونرسم من 5 لحد 8.5 في 10.14. يبقى ده الجزء المفيد، الجزء اللي قبل كده ده غير مفيد فممكن يتقص، وبالتالي الانترسبت بتاع الخط المستقيم ده مش هيهمنا لان مع الكات اللي هيحصل هنا الانترسبت ملوش معنى. احنا هنهتم بس بالاسلوب، هنرسم نقط ونعمل لاين اوف بيست فيت ونطلع الميل اتش على اي ونطلع الاتش ونقارنها بالقيمه النظريه. الكلام ده هيحصل عملي ازاي؟ هنظبط الاول هنا زي ما قلنا الفلتر ده على 577 والفاي في الجزء الاولاني تبقى 4. الفاي في الجزء الاولاني 4. از ماتر اوف فاكت قبل ما نبتدي هنعمل حاجه اسمها كاليبريشن، هنقفل المدخل بتاع الكاثود، دي حاجه بتتعمل مره واحده بس في الاول. المدخل هيتقفل، هيبقى مفيش ضوء داخل، فالمفروض ان القرايه اللي هنقراها على الامبليفاير تكون صفر. فدي خطوه اسمها كاليبريشن، احنا بندوس على الباتون ده عشان نخش في الكاليبريشن مود.
والمفروض ان لو كانت القيمه دي مش صفر ودلوقتي كالبريتد، بس لو ما كانش صفر انا هظبطها على صفر. يعني لو كانت مثلا حاجه زي كده يبقى انا هظبط من المؤشر ده لحد ما اشوف التيار بيساوي صفر. ده معناه ان انا لغيت اي تيار في الدايره غير التيار بتاع الفوتو كارنت. يعني دلوقتي لو انا قافل مفيش فوتو كارنت، مفيش فوتونات نازله، فلو في قيمه يبقى القيمه دي ما تخصنيش، القيمه دي انا مش عايزها، فانا بلغي اي قيمه غير الفوتو كارنت، وبعد ما اخلص كالبريشن اخرج من الكالبريشن مود وابتدي اشتغل. فالشغل هيبتدي ازاي؟ هروح للفلتر بتاع الويف لينكس 577 نانو اول مره مع فايب 4، وهتاكد ان انا على رينج الفولتج اللي هو من سالب 4.5 لحد. فالبروسيجر العملي في الجزء الاولاني علشان اجيب قيمه جهد الايقاف فيرسس الفريكوانسي، انا واقف عند ويف لينكس 577 نانومتر وفايب يساوي 4، وهتحرك بالفولتج في اتجاه الفولتج البوزيتيف. فالفولتج ماشي معايا في اتجاه البوزيتيف، هلاحظ ان الكرنت في الاول يبقى مش صفر، انا ماشي في اتجاه ان الكرنت يبقى بوزيتيف هو كمان. اللي انا وصلت له ايه دلوقتي؟ الكرنت بوزيتيف هنا مع جهد سالب 3.10. تعريف جهد الايقاف هو اول جهد سالب يخلي الكرنت يبقى بصفر، فبالتالي انا هدور على اول جهد سالب ينزل القيمه اللي هنا لحد صفر. ده هيحصل مثلا عند تقريبا سالب نص وشويه حاجه بالمنظر ده. فكده ده جهد الايقاف. انا ممكن الاقي الكرنت ستيل بصفر وانا داخل في اتجاه مور نيجاتيف، ده مش صح، جهد الايقاف هو اول جهد سالب، وبالتالي انا كده عينت اول نقطه في الكيرف بتاعي. طيب الخطوه اللي بعد كده ان انا هغير الويف لينكس، يبقى بدل 577 نانو هروح للويف لينكس اللي بعده 564. كده انا غيرت فلتر الالوان، الويف لينكس ناقص يبقى الفريكوانسي عالي، وبالتالي اتوقع اني هحتاج ستوبنج بوتنشال اكبر كقيمه ابسولوت او مور نيجاتيف. وده باين هنا ان دلوقتي الكرنت رجع بوزيتيف تاني، فبالتالي هدور على اول جهد سالب يخلي الكرنت زيرو، نفس القصه، فهدخل في المنطقه اللي هي مور نيجاتيف لحد ما اوصل لكرنت يساوي صفر، يبقى ده جهد الايقاف عند تاني نقطه او تاني ويف لينكس عندي، وهكذا لحد ما اخلص رينج الويف لينكسز اللي عندي. ويبقى انا هرسم الخط المستقيم ده، وزي ما قلنا انا هضحي بجزء من الكيرف، هقطع وارسم من اول فريكونسي 5 في 10 و 17 لحد 8.5 في 10 و 17، وهو بينظر الويف لينكس رينج عندي من 577 نانو ل 365 نانو. انا مش محتاج الانترسبت عشان اطلع منه الور فانكشن، انا مش عايز كده خالص، انا عايز بس نقط وارسم خط واجيب الميل واطلع ثابت بلانك واقارنه بالقيمه الثيوريتيكال عشان اطلع الايرور. الانرجي جاب ديترمينيشن للجرمانيوم، الاكسبيرمنت دي الهدف منها ان احنا عندنا قطعه جرمانيوم هنا اهو، وعايزين نقيس الانرجي جاب بتاعتها. نتعرف الاول على الاجهزه اللي عندنا. عندنا باور سبلاي بيطلع فرق جهد اي سي 12 فولت من هنا اهو، ومالناش دعوه احنا بالكنترولز الكتير اللي موجوده هنا اراوند، هو ده اللي يهمنا بس مش اكتر. الباور سبلاي ده بيشتغل من الباتون ده اون اوف من الناحيه دي. المفروض ان انا بشغله في الاخر خالص بعد ما اعمل توصيلات، يعني المفروض ان انا الاول بوصل السبلاي ده بالظهر او بالباك سايد بتاع الكنترول بانل، دي بنسميها الكنترول بانل. فبوصل فرق الجهد هنا، ومش مهم الطرف مين في البورت مين، مش مشكلة أي حاجة. وعندنا هنا زرارين، زرار اسمه اون اوف، الاون اوف ده بيشغل كويل أو ملف بتاع تسخين يسخن قطعة الجرمانيوم اللي عندنا. وهنا عندنا زرار اسمه ديسبلاي، ده بيتحكم في إن أنا بشوف إيه على الشاشة، هل بشوف الكرنت ولا بشوف التمبريتشر. فالزرارين دول اللي هنستعملهم في الإكسبيرمنت يعني. وعندنا هنا برنتد سيركت بورد، عندنا بوردة مطبوعة وراكب فيها قطعة الجرمانيوم وشوية توصيلات، الأماكن اللي هي فيها الشكل الرمادي دي خطوط توصيل كهرباء. وصلنا الباور سبلاي بالظهر بتاع البانل، وخدنا الطرفين بتوع الجرمانيوم، ناخد فرق جهد على الجرمانيوم على المالتيميتر ده. المالتيميتر ده احنا هنشغله فولتميتر. ازاي هنشغله فولتميتر؟ ان احنا نحط البوينتر ده على 20 فولت دي سي، ونشغل من هنا ان احنا ندوس 2 كليكس علشان يشتغل. القرايه دلوقتي اللي هي فرق الجهد اللي موجود على الجرمانيوم 2.55 فولت. الديسبلاي اللي بيشتغل لما في الاول يعني بشغل الجهاز بيديني درجه الحراره 33 درجه مئويه، دي درجه حراره الغرفه اللي هي درجه حراره الجرمانيوم حاليا. لو كان فرق الجهد اللي بيتقري هنا نيجاتيف، ده معناه انك محتاج تقلب الطرفين بتوع التوصيل اللي هنا. دي حاجه بسيطه مش مؤثره في اي حاجه خالص. لو الجهاز ده فصل منك عشان يوفر البطاريه بتاعته، انت ممكن تدوس هنا برضه عشان تشغله تاني، ما جراش حاجه.
المفروض ان انا بعد ما اعمل التوصيلات دي كلها اروح مشغل الباور سبلاي، يعني الباور سبلاي بيشتغل في الاخر بعد ما اعمل كل هذه التوصيلات. فانا بوصل الباور سبلاي بالباك سايد من البانل، بوصل الطرفين الجرمانيوم على المالتيميتر، وبعدين بعمل بقى باور اون من هنا الباور سبلاي، فبيطلع لي المنظر ده ان الديسبلاي اوتوماتيك بيروح للتمبريتشر. اوكي هدوس على زرار ديسبلاي تاني علشان استعرض درجه الحراره التيار، عفوا التيار الكهرباء اللي معدي فيه الجرمانيوم. دلوقتي الجرمانيوم بيعدي فيه كارنت بيتقاس هنا 5 ملي امبير. بتحكم في قيمه الكارنت ازاي؟ عن طريق الكنترول اللي هنا ده، النوب اللي هنا ده لما بلفه الكارنت اللي ماشي هنا قيمته بتتغير، احنا بنظبطه على 5 ملي امبير. يعني لو غيرت فيه شويه كده كده 1 2 3 وهكذا لحد ما اظبطه 5 ملي امبير. والكنترول اللي هنا ده بيضمن لي انه قيمه التيار ثابته اثناء التجربه، يعني بغض النظر عن درجه الحراره او اي حاجه تاني قيمه التيار ثابته في التجربه. اوكي الديسبلاي بقى تاني كده عشان نرجع لدرجه الحراره، والحراره دلوقتي 33 درجه. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هندوس على الزرار بتاع التسخين الجدع ده الاون اوف. وانس ان انا ادوس على الزرار ده عمليه التسخين بتاعه الجرمانيوم هتبتدي، ودرجه الحراره بتاعه الجرمانيوم هتعلى بسرعه. درجه الحراره هتعلى لحد تقريبا 145 او 150 درجه مئويه ديجري سنتيجريد، والمفروض ان فرق الجهد بيتغير زي ما احنا شايفين هنا على الفولتميتر، بس احنا ما بنسجلش درجه الحراره والجهد اثناء التسخين، احنا بنسجل اثناء التبريد. ليه؟ لان التسخين بيحصل بسرعه قوي، فانا مش هلحق اخد القيم بتاعتي. درجه الحراره تبتدي تعلى لحد ما الكنترولر بتاع الحراره يقيس ان كده وصلنا للماكسيمم، فاوتوماتيك هو هيفصل، فانت مالكش دعوه، انت بس بتدوس على زرار مره واحده ودرجه الحراره تبتدي تعلى لحد ما نوصل للماكسيمم اللي الجهاز بيسمح بيه اللي هو 145 او 150 درجه مئويه، وهو لوحده هيفصل ودرجه الحراره تبتدي تنزل. لما درجة الحرارة تبتدي تقل هنقرا فرق الجهد ونسجل في الجدول بتاعنا درجة الحرارة كل 5 درجات نسجل فرق الجهد بيساوي كام. طيب على ما الحرارة ما توصل، هي تقريبا وصلت خلاص. اوكي يعني وي ار اولموست ذير. طبعا تحذير مهم جدا ان انت ما تلمسي الجرمانيوم ده بصبعك، لان دلوقتي ده درجة حرارته تقريبا 145 درجة 144 درجة مئوية، الحرارة ابتدت تنزل اهي، فانت تبتدي تسجل بقى مثلا عند 140 تشوف فرق الجهد اللي على الجرمانيوم كام وهكذا. 135 تاخد القرايه اللي هنا وهكذا لحد ما درجه الحراره تنزل تاني لدرجه حراره الغرفه. طب الحسابات النظريه هتمشي ازاي؟ احنا هدفنا النهائي في التجربه ان احنا نقيس الانرجي جاب بتاعه الجرمانيوم. تطلع ايه الانرجي جاب دي؟ قصه هتشرح في الكورس بتاعنا النظري. مؤقتا كده الريزيستنس بتاعه قطعه الجرمانيوم اللي احنا بندرسها بيساوي فرق الجهد مقسوم على التيار، التيار ده رقم ثابت اللي هو 5 ملي امبير، وفرق الجهد ده اللي بيتغير مع درجه الحراره. الكلام ده بيساوي رو ال على ايه؟ رو ريزيستيفيتي، وال طول قطعه الجرمانيوم، وايه كروس سكشن بتاعها، ال وايه دول شويه كونستانتس ما يهمونيش في حاجه، والرو ده الريزيستيفيتي اللي هي بتتغير فعلا مع درجه الحراره. يعني الريزيستيفيتي رو بتساوي ايه مضروبه في على اي في ال، وفي علاقه احنا هناخدها في الكورس بتاعنا ان هذه الريزستيفيتي بتساوي ثابت اسمه رو نوت في الاكسبوننشال اي جي على 2 كي تي، حيث اي جي ده الانرجي جاب المجهول اللي احنا بندور عليه، والتي هي التمبريتشر بالكلفن مش بالديجري سنتيجريد، والكي هو البولتزمان كونستانت اللي هو قيمه ثابته احنا عارفينها. لو انا شلت الرو من الموضوع وخدت بس الطرفين دول ممكن احط الفولتج في ناحيه والباقي كله في ناحيه، فيطلع لي ال اي رو نود على ايه، ده كل ده كونستانت ما يهمنيش في حاجه، وعندي هنا المتغيرين فقط هو الفي والتي، فالعلاقه دي علاقه اكسبوننشال، وهذه العلاقه في الاخر يعني برضو لازم نلاحظ هنا ان الرو مع التي يعني كل ما درجه الحراره بتعلى الريزستيفيتي او بالتالي الريزيستنس بتاعت الجرمانيوم او اي سيمي كوندكتور المفروض انها بتقل مع الحراره، وده عكس اللي احنا شفناه في دراسه سابقه. لو احنا نفتكر يمكن زمان عدى علينا اكسبيرمنت فيها التمبريتشر لما بتزيد الكوندكتور ليه ريزستيفيتي او ريزيستنس بتزيد، هنا في السيمي كوندكتورز العكس، وده الكلام هنشرحه في النظري بتاع الكورس. فالعلاقه اكسبوننشال ما بين الرو والانرجي جاب، ولان الباقي ثوابت فيبقى الفي والانرجي جاب علاقه اكسبوننشال، عفوا ما بين الرو والتي وبالتالي الفي والتي،
وبالتالي احنا عندنا هنا اللي احنا هندرسه كفاريبلز هو الفي مع التي. لو خدنا لين الناحيتين عشان نقلب العلاقه الاكسبوننشال للينير هيبقى اللين بتاع الفولتج بيساوي لين شويه ثوابت ما يهمنيش في حاجه زائد الانرجي على 2 كي تي. دي علاقه شبه علاقه خط مستقيم واي او المتغير الديبندنت هو اللين في والانديبندنت هو 1 على تي. يبقى 1 على تي هو الاكس بتاعنا, اللي جنب 1 على تي هو الانرجي جاب على 2 كي هو السلوب بتاعنا, والكونستانت سي اللي هو الانترسبت الواي انترسبت هو لين الحاجات دي كلها. بمعنى اخر ان انا لو رسمت لين الفي مع 1 على تي هحصل على خط مستقيم السلوب بتاعها ام, هجيبه بقى اكسبيرمنتالي وقارنه باي جي على 2 كي حيث كي رقم ثابت انا عارف لو بولتزمان كونستانت اطلع الاي جي